هل أنت جاهزة؟ نعم. حسنا فلنبدأ. سيداتي سادتي، أرحب بكم من حلبة السباق لهذا اليوم لأنقل إليكم هذا التقرير عن الحصان الشهير رعد. في هذا السباق مر الحصان من هنا مسرعا. لا 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 لا، سوف أعيد ذلك. لماذا؟ لماذا؟ مر الحصان من هنا مسرعا، هذه جملة صحيحة. أعرف، ولكنني أريد أن أضعها بشكل آخر. حسنا كما تريدين، أنا جاهز. مر الحصان مسرعا من هنا. لا لا لا، أوقف التسجيل، أوقف التسجيل. لماذا؟ لماذا مر الحصان مسرعا من هنا؟ هذه جملة صحيحة. أعرف، ولكنني أريد صياغتها في شكل آخر. حسنا كما تريدين، مرة ثالثة أنا جاهز. مسرعا مر الحصان من هنا، مسرعاً مر الحصان من هنا، هذه بداية جيدة. ما الحصان الفائز؟ لا أدري، لقد أضعنا الوقت وأنت تغيرين الجملة. كان علينا أن نذهب إلى خط النهاية.